ونذهب بك إلى السودان الدولية، وفيها نقرأ جبريل إبراهيم وزيرا للمالية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. كشفت مصادر بحركة العدل والمساواة موافقة الدكتور جبير إبراهيم على تولي حقيبة وزارة المالية، وذكرت المصادر أن هنالك اتفاقا يجري حول فتح الوثيقة الدستورية لتتيح أن يتولى جبريل إبراهيم وزارة المالية مقرونة مع تسميته نائبا لرئيس الوزراء في خطوة لم تنص عليها الوثيقة الدستورية عليها. وكان جبريل في وقت سابق لم يؤكد موافقته من عدمها حول توليه حقيبة وزارية كوزارة المالية، واكتفى بوصفها غش أو عش الدبابير التي تحتاج إلى تجهيز وإعداد كامل لها. وحسب جبريل في تصريحات سابقة قال إن خيار تولي وزارة المالية مطروح بالرغم من التحذيرات التي تأتيه من المقربين إليه بعدم تولي الحقيبة الوزارية. يعني دعنا نبدأ من هذا، من آخر معلومة، يعني هنالك تحذيرات من توليه لحقيبة وزارية، لماذا يخاف شركاء الحكم تولي حقائب وزارية؟ يعني ولم يقل أنا شخصيا يعني تخوفت من تولي هذه الوزارة، وإنما ذكر مفهومة يعني. نعم، هو ذكر أن هنالك بعض الناس تواصلوا معه وحذروه من عندما سمعوا بأن يعني وزارة المالية معروضة عليه ضمن حصة قوى الشركاء السلام، أن بعض يعني من تجمعهم به صلات اتصلوا به محذرين من تولي وزارة المالية، وآخرين أيضا من معارفه تواصلوا معه وشجعوه على توليها. يعني لم يقل أنا شخصيا عش الدبابير، يعني نعم وصفه هكذا، يعني وصفه الشخصي أم وصف من اتصلوا عليه وحذروه. لكن على كل حال هو بدأ مترددا حقيقة، حتى عندما أعلن ذلك صراحة في 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 لقاء مفتوح بمقر صحيفة التيار، هو يعني أعلن عن تردده في قبول المنصب من عدمه. قبل كل هذا الحديث، يعني ما هي المؤهلات التي تنطبق على وزير المالية في هذه الفترة، وهل تنطبق هذه المؤهلات على الدكتور جبريل؟ يعني سواء رفض أم لم يرفض، أو هنالك تحذيرات أم ما شابه، هذا حديث آخر، لكن في الحديث القيم يعني ما المؤهلات لوزير المالية التي ينبغي أن يكون عليها؟ والله يشوف المؤهلات، قبل المؤهلات ما هو البرنامج، لأن المدارس والمذاهب الاقتصادية متعددة، ولهذا يعني إذا أتى الدكتور جبريل ما البرنامج الذي سيعمل به؟ هو هذه الآن حسب المتفق عليه والمعلن رسميا أن لا بد أن يكون هنالك برنامج متفق عليه يعلن يوم غد الأحد حسب ما خرج به مجلس الشركاء. ولكن في آخر يعني بحسب الشاهد دكتور على ضوء البرنامج تطبق روشتة البنك الدولي من خلال قرارات اقتصادية تتخلى عنها في يوم ولا ليلة. أوكي، ما معروف احتمال هذا البرنامج، إن ما ننتظر ما يتكذب الغطاس يوم غد ليس ببعيد، ننتظر يوم غد لنرى هل هنالك برنامج محدد للحكومة القادم أم لا. فالبرنامج المتفق عليه في المجال الاقتصادي هو الذي يحدد من يستحق أن يشغل مقعد وزارة المالية وليس العكس. طيب ما المتوقع للبرنامج الذي يمكن أن تعمل به الحكومة في وزارة المالية أو ماليا واقتصاديا؟ يعني والله طبعا هو الآن يعني في الساحة هنالك برنامجان يصطرعان، البرنامج الذي تمضي فيه الحكومة الآن وهو لحد كبير جدا يمضي في تنفيذ الروشيتا المعروفة لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين. هل هذا البرنامج يمضي فيه؟ ممكن أن يأتي ويدير جزء من أهم مكونات الفترة الانتقالية وزير للمالية الدكتور جبريل؟ أنا لا أعرف حتى الآن، ما قد قلت لك هذا هو البرنامج الذي تسير فيه الحكومة حتى الآن. هذا البرنامج هل يلائم؟ وهنالك رؤية أخرى مطروحة من قبل اللجنة الاقتصادية التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير. يعني هنالك اختلاف كبير جدا بين البرنامجين، بل حتى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية في إعلان قوى الحرية والتغيير خرجوا الآن وأعلنوا عن تكوين تحالف اقتصادي عريض لمناهضة السياسات التي تمضي فيها. ما قيمة هذا التحالف؟ لإسقاط هذه السياسات الاقتصادية والمالية. طيب والإتيان بالبديل الذي طرحوه هم، يعني هم يتحدثوا عن تشكيل ضغط كبير جدا على الحكومة للتخلي عن طيب روشتة بشأن الدكتور جبريل إبراهيم، يعني ذكر الخبر أيضا وتعيينه نائبا أو تسميته نائبا لرئيس مجلس الوزراء. يعني فكرة هذه النيابة أو نائبا شاهدناها في مجلس السيادة، وشاهدناها الآن ربما من خلال الخبر في مجلس الوزراء، رغم أن الوثيقة الدستورية لم تنص على ذلك. لا، هو ليس هنالك نص في الوثيقة الدستورية على منصب نائب رئيس لمجلس السيادة. هذا منصب يعني بوضع اليد.
اللهم إلا أن يكونوا أيضا لا أتوقع أن يتم فتح الوثيقة الدستورية وتعديلها لإضافة منصب نائب رئيس مجلس. لكن ربما تكون الوثيقة قد فتحت وتم تعيين أيضا رئيس مجلس أو نائب رئيس مجلس. لم نسمع شيئا، لكان الخبر احتوى على هذه المعلومة، ولكن الخبر يتحدث عن يعني اتجاه لفتح الوثيقة الدستورية بحسب الخبر حتى اللحظة. وإذا صدق أنه سيتولى أو سيكون نائب رئيس مجلس الوزراء، اللهم إلا أن يكون على طريقة حميدتي في مجلس السيادة، لأنه حتى اللحظة في الوثيقة الدستورية ليس هنالك أي نص على أن يكون في مجلس لمجلس السيادة نائب رئيس. ولكن هذا الشائع يعني عنده الحديث عن الفريق أول محمد حمدان دغلو يوصف بأنه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية. أيضا بالنسبة لجبريل، إذا صح فعلا هذه المعلومة، معلومة أنه سيكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير للمالية، إلا أن تكون على طريقة حميدتي، لكن لا أتوقع أن الوثيقة الدستورية قد فتحت أو أنها ستفتح لإضافة هذا المنصب، لأن هذا المنصب كان قد تم التداول حوله من قبل، وكان يعني البعض يرشح له الباشمهندس عمر يوسف الدقير، ولكن لم يتم الاستجابة للنص على وجود منصب لنائب رئيس مجلس الوزراء. فأعتقد أنه هذا الموضوع يعني لا يمكن الجزم برأي واضح أو نهائي خلاله. طيب سريعا، هل ماذا عن الجمع ما بين الاثنين هنا؟ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية. لا أعتقد هذه زيادة غير ضرورية في مثل هذه الظروف، يعني هذه تزيد منصبا جديدا بأعباء جديدة. بعدين يا أخي وزارة المالية وحدها تكفيك يعني مشاكلها ومشاغلها، يعني لا تتيح لك أي فرصة أن تتولى بجانبها أي مهام أخرى يعني، أو أي مهمة أخرى حتى لو كانت يسيرة يعني. فأعتقد أنه غير موفق مثل هذا الاتجاه قد تولاه من قبل، وقد تولاه من قبل رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى عندما جمع بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية. هل يود حيدر المكاشف يعني يقول أن ما يجري الآن ربما هو شبيه بما جرى في الفترة من النظام السابق؟ لحد كبير نعم. الإنقاذ تو يعني هناك الناس يتحدثون. لا، ليس الإنقاذ تو تماما، لكن أنا أعتقد أنه هنالك سلوكيات وممارسات كثيرة جدا موروثة من العهد البائد، ما زالت موجودة حميدة أم غير ذلك. لا، هي موروثة من العهد البائد. كيف تكون حميدة؟ يعني مسألة التفكيك، تفكيك التمكين ليس فقط فيما يملكون من عقارات وأموال ووظائف، في هذه السلوكيات والممارسات. أنا أعتقد أنه مثل هذه السلوكيات والممارسات لا بد من تفكيكها أيضا. فأعتقد أنه لحد كبير يعني هنالك الكثير من الممارسات والسلوكيات السابقة ما زالت تشبه العهد البعيد. نعم. والمبعد. نعم.